بكره او ارجع لمباراه بكره. مباراه مهمه ومباراه صعبه، ولكن في النهايه عندما تنظر لمباراه بيراميدز مباراه مهمه ومباراه صعبه وكل حاجه، ولكن مباراه بثلاثه نقاط. لسه الدوري طويل، عندنا فيه لسه كثير من المباريات القادمه اللي صعبه جدا. يعني الناس تبقى ايه بتفكر ازاي؟ هل احنا ممكن نكسب ان شاء الله بكره وربنا يكرمنا، وبعدين لا قدر الله نتغلب من فرقه مثلا مش في الحسبان؟ لا، النادي الاهلي بيلعب كل مبارياته زي بعض، النادي الاهلي عايز يكسب كل مبارياته. وكل مباريات الدوري مهما اختلفت اسامي المنافسين بثلاث نقاط. دي معلومه جديده لبعض من لا يشجع النادي الاهلي، فهو النادي الاهلي هدفه ايه؟ ان يتم تحقيق العداله، لو تم تحقيق العداله من الحكام اعتقد ان الثلاث نقاط هيبقوا اقرب للنادي الاهلي بنسبه كبيره جدا عن اي فريق اخر هو بيلعبه، مهما كان اسم هذا الفريق، بالسكواد اللي موجود، بمجهود اللاعبين، بالاداره الفنيه، بكل شيء. ده اللي احنا بنتكلم فيه دايما، لكن في النهايه اذا كان النسبه الاقرب للنادي الاهلي ان هو يكسب في ظل وجود عداله تحكيميه 70 80 90%، الباقي لسه في باقي، ممكن لا قدر الله يحصل فيهم اي شيء اخر. كره القدم فيها كل حاجه. لكن في النهاية أنا عندي مباراة بكرة بثلاثة نقاط وعايز أكسبها. الموضوع مش محتاج كل ده، مش معقد لهذه الدرجة. كل اللي احنا بنقوله ايه؟ عندنا ثلاث مباراة بكرة بثلاثة نقاط، ربنا يكرمنا ونكسب هذه المباراة إن شاء الله بكرة زي ما يطلع. هنقفل بكرة وهنتكلم على يوم السبت. الفرقة هتسافر، هترجع ازاي؟ او ان شاء الله الفرقة هتسافر، هيوصلوا استشفاء وقصص وحاجات كتيرة جدا هتحصل لغاية يوم المباراة ان شاء الله ان شاء الله، مع الدفعة المعنوية اللي انت هتكون كسبان فيها في الدوري، لانه انت لما كنت كسبان المقاصة كان عندك دفعة معنوية. لما كنت كسبان الاسبوع اللي فات كان عندك دفعة معنوية، وبالتالي في فاركو فعندك دفعة معنوية. إن شاء الله ربنا يكرمنا بكرة ويبقى عندنا دفعة معنوية لمباراة يوم السبت القادم. تعالوا نشوف.